يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية عن موعد مباراة النصر وإنتر ميامي القادمة، حيث أن ملعب المملكة أرينا سيشهد مواجهة نارية تجمع بين نادي النصر وفريق إنتر ميامي، وذلك في إطار بطولة كأس موسم الرياض 2024. والكل يتساءل الآن، ما هو موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، وما هي القنوات الناقلة للمباراة، والكثير من الأسئلة. وللإجابة على كل هذه التساؤلات من فضلكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وتابعوا الفيديو إلى النهاية بعد الإنترو. سيستقبل ملعب المملكة أرينا مباراة من نوع خاص، ستجمع من جديد بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والنصر مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024. ويشارك النصر مع إنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض 2024، ومعهم الهلال في نظام البطولة المجمعة كما حصل في السنة الماضية بين فريق موسم الرياض وفريق باريس سان جيرمان. ويدخل النصر المباراة بقيادة ساروخو ماديرا بمعنويات مرتفعة بعد المستويات الجيدة التي يمر بها الفريق مؤخرا، والانتصارات المحلية التي كان آخرها الفوز على التعاون. وعلى الجانب الآخر، يبدأ إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في شهر فبراير القادم. وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معا على موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة. وبالنسبة لموعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، هو الخميس 1 فبراير من سنة 2024، أي هذه السنة الحالية، على ملعب المملكة أرينا. ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت مصر. وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، سيتم نقل فعاليات كأس موسم الرياض 2024 عبر قنوات MBC وكذلك شاهد، ولم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباريات، لكن من المتوقع أن يتم بثه على القنوات المفتوحة كما حدث في لقاء العام الماضي. كما شاهدتم معنا يا أصدقاء، كان هذا كل شيء في فيديو اليوم المتعلق بآخر أخبار المباراة التي ستجمع بين نادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ونادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي. المهم، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، من فضلكم لا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. Peace and love، وداعا.